of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. انت بتذاكر ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصة ابتدت ازاي. ابتدت لما شوية شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير! انا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجد عاشور هو أحد أعضاء الإخوان المسلمين. كنت في يوم من الأيام أتوقع أن نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبة لي تبقى صعبة. لو آخر نقطة دم طلعت مننا قوات مسلحة مش هيطلع طلقة فيهم. والرجاء اللي معاه حاجة يلمها خمس دقايق ولا حاجة بتقول على الله. مش الجيش خان الصوت. We did all of this in order just to remove him and put someone exactly like him in his place. لأن هي طبعاً حكايتنا ما حدش بيحكيها غيرنا إحنا. يقول لي دي في حرب في الميدان دي مش صورة لا. The army has killed us, has tortured us, and the people out there know that. وين عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي عيسى العياط. تعرف يا عمران دي انا بحبك لكن بكره جماعة الاخوان المسلمين. حق الاخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه. خدوا الميدان واعملوا اللي انتوا عايزينه والثورة جاية غصب عن اي حد. خلاص 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 خل